Muhammad Jameel, what's the program? MashaAllah. Qara'u al-Mawlid. Wa ba'da al-Mawlid. They read Mawlid. And now after Mawlid, food. Al-Ta'am. Or you have something else? No, no, I Kalima? Arabi, English? English. Ibrahim Adu. ترجم. أنا أتكلم عربي إنجليزي. ترجم بالسواحيلي شو ترجم بالإنجليزي؟ حقيقة ما تعرف. هنا ما. ناس بيبي. محمد جميل. كثير من أنا أتكلم إنجليزي. I will say little bit in Arabic. أتكلم في العربية أولا خمس دقائق ثم إن شاء الله في الإنجليزية حتى يترجم. كلمتين في العربية إن شاء الله. ثلاثة كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده أولا وآخرا على نعمه الظاهرة والباطنة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له في عظمته وجبروته، ونرجو أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه اللحظة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وفي الجنة إن شاء الله. هذا مجلس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر بأجر لا يمكن وصفه. في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشر. وما هو مفهوم العشر؟ أي بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم نسترحم ونطلب الرجاء من الله عز وجل أن يبارك بهذه الصلاة وأن يجعلها عشر صلوات في الميزان. ولكن عشر صلوات في الميزان ليست بصلاتنا، ولكن بصلاة الله عز وجل. فإذا صلى على النبي مرة واحدة لا يمكن لأحد أن يفهم قدرها إلا الله عز وجل. ولذلك أراد الله عز وجل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمدى حبه له، بمدى هذا الحب الإلهي الذي كرم به رسوله فجعل صلاة واحدة من العبد صلاة ممزوجة بكل أنواع الرغائب الدنيوية. فنحن صلاتنا ممزوجة بكل الأفكار المختلفة التي تأتي على عقولنا عندما نصلي على النبي، ومع هذا الشيء فإن الله عز وجل يقابلها بعشر صلوات من عنده. هل يمكن أن نقارن بين صلاتنا وبين صلاة الحق عز وجل؟ لا يمكن. ولذلك الصلوات العشر الذي يصلي بهم الله عز وجل على نبيه لا يمكن لميزان من موازين الدنيا أو الآخرة أن تزن هذه الصلوات. ولهذا بعض الأولياء وبعض المشايخ يقولون: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يومه ولو مرة واحدة
يدخل الجنة بغير حساب، لأن الصلاة ترد بعشر صلوات. فكيف يمكن أن يكون هنالك ذنب عندما الله عز وجل يصلي عليك بعشر أمثال هذه الصلاة؟ فطوبى لكم أيها المؤمنون، وطوبى لكم أيها المسلمون، وطوبى لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت في بعض الكتب من أخبار الصالحين أن أحد الأولياء، ولا تقول هذا غير معقول، لا هو معقول جدا، وأقولها في الإنجليزية حتى يترجم لأن الجميع يفهمون سواحلي، ها؟ يفهمون إنجليزي أيضا، بعضكم لا يفهم الإنجليزية يترجم إلى لغاتكم ولو مكسرة. شيخ إبراهيم كثير منهم من الساحل هم السواحلي الأصلي. تعال يا محمد جميل يضحكوا علي. أعطي لي محمد. قبل أن نصل إلى السواحلية، دعني أختم بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الولي. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بأخبار بأحاديث جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهم صحيح، وما أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. الأولياء كان سبب معرفتنا أو تحليلنا لهذا المنطق هو أن الصحابة عندما أخبروا بالأحاديث بعد فترة كبيرة من الوقت مرت حتى جمعت هذه الأحاديث. إمام أبو حنيفة النعمان كان يجمع من الأحاديث، إمام مالك، إمام الشافعي، وإمام أحمد بن حنبل، وكثيرون. وصلنا إلى عهد محمد سيدنا إسماعيل البخاري حيث جمع حوالي 4000 حديث، وقيل أنها الأحاديث الصحيحة، نقول لا شك، ولكن هو جمع 4000 بسبب قصر عمره، يعني طول عمره الذي قضاه في الدنيا كان يجمع الأحاديث، فجمع 4000. هذا لا يعني أنه لا يوجد غير 4000 حديث. ولذلك كان عندما يدون حديثا من الأحاديث النبوية كان يستخير الله عز وجل ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ويبوب له هذا الحديث ويقول له إذا كان حديثا صحيحا أو غير صحيح. فما دون حديثا واحدا إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولياء الذين ألبسهم الله عز وجل صفة الولاية يستخيرون كما استخار سيدنا إسماعيل البخاري، ويأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذت الصحابة، ويتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم بخط متواصل لا انقطاع. ولذلك جاءت الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي بمعنى لا انقطاع لهم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا انقطاع لهم من التواصل مع الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك أحاديثهم أو كتاباتهم كانت تنقل، ينقلونها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
وصلاتهم على النبي كانت تملى عليهم من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحد الصالحين دون صلاة على النبي تسمى بصلاة الفاتح. كثير من البشر الآن يقرؤون، من المسلمين يقرؤون صلاة الفاتح. أخبر النبي في الرؤيا للولي محمد التلمساني أحد الأولياء: يا محمد، هو استخار النبي صلى الله عليه وسلم عندما ختم دلائل الخيرات 100,000 مرة في حياته، في يوم من الأيام بعد أن ختم 100,000 مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا ختمت دلائل الخيرات 100,000 مرة. تقرؤون دلائل الخيرات؟ كم ختم دلائل الخيرات؟ 1,000 مرة؟ 2,000 مرة؟ لا، ما وصلنا. ما وصلنا، هو ختم 100,000 مرة. فقال له النبي: يا محمد التلمساني، لو تقرأ هذه الصيغة من الصلوات كأنك قرأت دلائل الخيرات 800,000 مرة. مرة واحدة بهذه الصيغة كأنك قرأت دلائل الخيرات 800,000 مرة. وهذه الصلاة: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. شوف، انظروا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. يملي الأولياء ما يجب أن يقرؤوه حتى تنال الأمة البركة. فختمنا هنا في العربية، ندخل في الإنجليزية. بسم الله الرحمن الرحيم. Do those who did not understand Arabic. أقول yeah, the English directly. Because everyone understands English except me. قال النبي صلى الله عليه وسلم، he said, anyone makes salawat on me, Allah subhanahu wa ta'ala return back to him the rewards of 10 salawat from Allah subhanahu wa ta'ala. Put yourself here in respect to your salawat and Allah subhanahu wa ta'ala salawat. Is there a comparison? No way. No comparison between your salawat and Allah subhanahu wa ta'ala salawat on Prophet. Allah made it, gave it to Prophet sallallahu alayhi wa sallam as a reward. Ya Rasulallah, you are afraid for your ummah? Always you ask me about ummati. I'm going to give you something that your ummah is going to be happy with. Whoever make one salawat on you, I'm going to give him 10 salawat from me. What Allah salawat on us? You think when Allah sent back to us the salawat, it will not clean us completely? You say one more time, astaghfirullah, Allah will forgive you from what you have done since during that day. What you think about? Allah said also, man qala la ilaha illallah dakhal al-jannah, Prophet sallallahu alayhi wa sallam said. If you say La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, you enter paradise, as it is mentioned by Prophet sallallahu alaihi wasallam. And what you think about when Allah make for you 10 salawat? There is no scale that can carry Allah salawat. Even a letter of Holy Quran cannot be carried by a scale. Holy Quran is Allah's divine word. I will ask a question. هل القرآن مخلوق or غير مخلوق? غير مخلوق. Since the Quran غير مخلوق means Quran is Allah's holy words. Allah subhanahu wa ta'ala's words.
that he revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam. His words, how he read them, how he spoke them, we don't know. Allah knows. But we know that they are divine words. If you say Bismillah, it's a divine word. If you say Ba, it's a divine word. Allah subhanahu wa ta'ala rewarded the Arabic Ummah and the Muslims in general by using the Arabic alphabet. The Arabic alphabet is from the Arabic alphabet Holy Quran is being recited. So anyone who recites one letter even of Holy Quran, there is no scale that can carry that word, that letter. What you think if about a word? If you say Alhamdu, can there, is there any scale for Alhamdu? Allah is praising himself by himself. He's saying Alhamdu li, Alhamdulillah. Allah is glorifying himself by himself. Allah saying Alhamdulillah to me. If he say Alhamdulillah and we repeat Alhamdulillah, you think Allah subhanahu wa ta'ala is not forgiving us from all kind of mistakes and sins? If we say Rabbul Alameen, we are saying out from us, confirming Tawheed. We are saying that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of heavens and earth. That telephone is ringing to tell us in dunya communication, we need a telephone. Prophet needs a telephone. Give him at least that power. Say, Ya Rasulallah, let people know that if we need a system for communication, Allah gave Prophet heavenly system for communication with everyone. At least respect your Prophet sallallahu alayhi wa sallam to have a power of a telephone. They don't respect today. They don't appreciate today. Prophet, we all of you have emails. Huh? And your emails goes to a server. If Google or Yahoo can give millions and millions and millions and billions of emails, and it is dunya creation, dunya invention, some engineer, what you think about Allah subhanahu wa ta'ala? He didn't give his prophet a server. When he said, Tu'aradu alayya a'mal ummati, I observe the amal of my ummah. I am seeing your emails, means I have a connection directly from your heart to my heart. I see what you are doing. If I see good, I say, Ya Rabbi, thank you, Alhamdulillah. If I see something different, أما إذا رأيت شيئا آخر بمعنى الحديث فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت له. If I see they are good, I say يا ربي سبحانك يا الله الحمد لله. If I see something bad from them, I ask forgiveness on their behalf. Is correct hadith or not? So he has a contact with us or not? Yes. He doesn't need a server. Allah gave him that power. If he gave it to Google, Allah doesn't give to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bigger power, heavenly power, the one who went to Kaaba Kausaini or Adna. What is there in Kaaba Kausaini or Adna?
No distance. What's that mean, no distance? If we say more than that, they will say you are making shirk. That's why Allah said in Holy Quran, He made it to have a distance. He made it to say that, oh, Muhammad is my servant. I am his Lord. So there is a difference. Allahumma salli ala Sayyidina. But he said in Holy Quran, Kaaba Kausaini aw Adna. No difference, but there is difference. A small difference that we cannot understand. If you are happy with your friend, you trust him, is not? You trust him. You might tell him your secrets. Correct? Unless if you have another wife, you don't say it. You have to be careful at that point, huh? You tell him your secret, is not? If you have a son that you love him so much and he's very pious, you tell him only your secret or you tell him everything? Everything. Because you can tell him secrets, but not all secrets. You can keep some. What do you think about the one whom Allah subhanahu wa ta'ala created before creation? The one that Allah created him from his light. From sifatun nur. He created the nur of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. What he gave him? عندما سبحانه وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم جعله في بحر القدرة وعلمه علوم الأولين والآخرين. ما معنى علوم الأولين والآخرين؟ علوم الدنيا، العلوم الذي ظهرت بصفات الحق عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما كان نورا بين يدي الله. علمه علوم لا يمكن معرفتها للبشر ولو يوم القيامة، خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كرمه وشرفه كما أعطاه ما لم يعطي أحد، إرادته. لا يمكن لسؤال الله عز وجل كما سأل موسى ربي أرني أنظر إليك. ما قرأنا في القرآن أي آية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو يخاطب ربه، ربي أرني أنظر إليك. أدبا. وقد علمه علوم الأولين والآخرين، لا يحتاج لسؤال. ولذلك في القرآن لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا قط، حتى في تبرئة زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها السيدة عائشة، لم يسأل ولم يطلب، ولكن انتظر براءة السماء لها. فهو بشر وليس كالبشر. أعظم تعريف قرأه كتبه ونظمه محمد البصيري، بشر وليس كالبشر. ما معنى بشر وليس كالبشر؟ بشر أي ظاهر بشر، ولكن داخله هو ليس ببشر. من يحركه ليس ببشر. من يعلمه ليس ببشر. أنت من يعلمك؟ نحن من يعلمنا؟ أستاذ. هل يمكن أن نقول أن الله عز وجل أستاذ؟ حاشا، أستغفر الله.
فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم, we cannot say, I was speaking Arabic or English. Allahu Akbar. I don't know from where I. Allah subhanahu. Nah, excuse me, never mind. They turned my tongue. We were making Maulid, just now reciting Maulid. And for sure, presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam was there. Because you can feel something different. That is a barakah majlis. Not every time comes that barakah. But because there is ziyara for the holy hair of Prophet sallallahu alaihi wasallam, will bring the attention of Prophet when they are reciting salawat on Prophet. Allah subhanahu wa ta'ala taught Prophet Urum al-Awwalina wal-Akhirin. There is no comparison. When Allah say, when Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Inna Allah azza wa jal قَدْ أَعْطَانِ عُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. When Allah gave me the knowledge of before and after, Allah was His creator, He's His creator that He was teaching Him. Without wasita. لَمْ يُخْلَقْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عِنْدَمَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ نُورَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَوْجُودٌ. There was nothing there when Allah created the light of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From that light Allah created the creation, because that light is from Allah's light, from sifatun nur. So there is no, on sifatun nur always no darkness. There is no darkness can cover Allah's light. So when Allah created Prophet from His light and created creation from the light of Prophet, means that nur is in everyone. That's why He said, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. In the commentary, when they translated, they said in English, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Be known to you that Prophet is among you. But in the reality, He didn't say among you. فِيكُمْ. In you. What is in you means that light that Allah subhanahu wa ta'ala gave to Prophet sallallahu alaihi wasallam. That light was in human beings. They have element of that light, part of that light, depend on that person. So that light, no darkness on it. لا تظن, don't think that your soul can carry darkness. If it carry darkness, it doesn't go up. When Sayyidina Azrael takes the soul, he takes it up to decide where it goes. Cannot go where there is darkness. The body will go. That's why there is azabul qabr, punishment in the grave. But do you think that there is punishment in the grave for mu'mins and Muslims who say La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah? Or where is Allah's rahmah? Wa rahmati wasi'at kulla shay. Allah will write that rahmah for the mu'mins, for the Muslim. When His rahmah comes, all punishment disappear. When Rahmatullah came on Sayyidina Ibrahim alayhi salam, what happened to the fire? The fire is still there. But what happened? Nothing. It was like a breeze of spring, like air conditioned, like an AC, where Muhammad Jamil did not put an AC here, I don't know why. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Within the fire, that body is fire.
Our body is fire. Not created from fire, but its fire means so much darkness. But the soul is clean. If you make your body, why five prayers came? To make the movement of the body in Allah's presence, to throw away that fire and to bring bardan wa salaman alayna fi salat. If we are able to do that in every moment in our life, Allah will dress you with sifatul wilaya. Allah dress you as He dressed awliyaullah. That's why He made them nothing to fear. Ala inna awliyaullahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. There is nothing to fear, there is nothing to be sad, because they know the truth. They took from the heart of Prophet sallallahu alaihi wasallam knowledges that not many people can take. That's why Busayri understood that. What he said, وَكُلٌّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. Everyone is taking and seeking from Prophet sallallahu alaihi wasallam. غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَجْفًا مِنَ الدِّيَمِ. Either غَرْف in big quantities like a bulldozer coming to the ocean and taking water, or in a غَرْفًا مِنَ الدِّيَمِ, means little bit of a glass. Who is كُلٌّ? That's what Imam Busayrin knew. Who is وَكُلٌّ? تأكيد وَكُلٌّ, واو تأكيد تؤكد, وكل من رسول الله ملتمس. كل is كل ما سوى, is everything that other than Allah subhanahu wa ta'ala. All the creation from ins and jinn, from angels, from animals, from vegetables, trees, everyone is taking from Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah gave him that property. وَكُلٌّ أي كُلُّ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يَتَوَسَّلُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْخُذُونَ مِنَ النَّبِيِّ. All prophets they take from Prophet. All awliya they take from Prophet. Every human being take from Prophet. Because human being is created on fitra, innocence. عَلَى الْإِسْلَامِ. Everyone has Islam in his heart. Muslim and non-Muslim. But Muslim, they acted on it. Non-Muslim, they repelled from it. That's why Prophet ﷺ said, يُولَدُ الْإِنسَانُ عَلَى الْفِطْرَةِ. Human beings are born on innocence, clean. فَأَمَّا أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Either his parents make him this religion or that religion or that, either making him a Jewish or Christian or Zoroastrian or Buddhism or Hinduism, anything. But he didn't mention you aslimani. He didn't mention that they will make him Muslim. Because he is Muslim in creation, in fitra. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Islam is the fitra of a human being that Allah gave. So that light is there. So that's why when you tell them you are convert, they say no. What they say? We are revert. Means we came back to our origin. Their origin is Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. So they connect back to the real light. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us and connect us. بحرمة الحبيب وحرمة الفاتحة. Now you translate in Swahili. What's Alf Muhammad Jamil?